هاي ايفري ون، مستر راضي وذ يو. اهلا وسهلا بحضراتكم، معكم مستر راضي. Today we are going to talk about adjectives. النهارده حضرات هنتكلم عن درس الصفات. الصفه هي كلمه توضح وتبين الاسم. كلمه توضح وتبين الاسم. لما نقول مثلا a tall tree، a tall tree، شجرة طويلة، a tall tree. الصفة تكون غالبا قبل الموصوف، قبل الموصوف اهو a tall tree. يبقى الصفة كلمة تبين وتوضح الاسم وغالبا تأتي قبله. تمام. طيب الصفة لا تتأثر بالمفرد ولا الجمع ولا المؤنث ولا المذكر. هنشوف ازاي الموضوع ده. لما نقول تول تري او تول تريز، اشجار طويلة او شجرة طويلة، فهنا مفرد وهنا جمع، الصفة زي ما هي. طيب لما نقول مثلا a short boy أو a short girl، ولد قصير أو بنت قصيرة، هنا مؤنث هنا مذكر هنا مفرد هنا جمع. إذا الصفة لا تتأثر بكون الاسم سواء مفرد أو جمع أو مؤنث أو مذكر. طيب والصفة قلنا بتيجي إيه؟ قبل الموصوف. والصفة هي كلمة توضح وتبين الاسم، ده النقطة الأولى في بداية الحلقة معنا. لما نقول مثلا كلام علي is tall، this food tastes nice. احنا ملاحظين يا حضرات ان tall هنا ما جاتش قبل اسم، نفس الكلام. يبقى نقدر نقول تأتي الصفة بعد مجموعة أفعال. على سبيل المثال أبير يبدو عليه، أبير يبدو أو يظهر، يبدو أو يظهر. طب سين نفس الكلام، فيل له ملمس، تيست له مذاق، وهكذا يعني. ففي الصفة تأتي as a compliment، as a compliment يعني نقوله كتكملة أو يعني خبر للجملة. أهو this food tastes nice، جت تكملة جت خبر. هنا علي is tall جت as a compliment، جت كخبر أو تكملة للجملة. يعني نقدر نقوله الصفة تأتي بعد مجموعة أفعال اسمها link verbs اللي هي أفعال الربط يعني. أهو كده الصفة ممكن تأتي بعد مجموعة أفعال اسمها link verbs، وهي بتكون كخبر أو كتكملة الجملة. زي قلنا this food tastes nice، علي is tall. طيب هنجمل دولة قبل ما ندخل في القاعدة. قلنا الصفة هي كلمة توضح وتبين الاسم وتأتي غالبا قبله، لكن هي ممكن تيجي بعد مجموعة أفعال اسمها link verbs، زي كلمة فعل سيم يبدو عليه، فيل له ملمس، تيست له مذاق، أبير وفيرب تو بي هو يكون كما اتضح في إزه وعلي إز تول. طيب والصفة لا تتأثر بكون الاسم سواء مفرد أو جامع أو مذكر أو مؤنث. وقلنا a short boy، a short girl، tall tree أو tall trees. فكده ده نقدر نقول مقدمة بسيطة عن الصفة، ده موقف الصفة. طيب احنا الصفات بتبقى عندنا يا مراحل التساوي يا مقارنة يا تفضيل. فهنشوف معانا نقوله الصفة برضو بتكون قصيرة، الصفة قصيرة يعني مقطع واحد او صوت واحد، زي مثلا short tall big fast وهكذا. big short tall ده اسمه صفة قصيرة مقطع واحد أو صوت واحد، والصفة قد تكون طويلة عدة مقاطع، زي كلمة X P
expensive. expensive غالي. important وهكذا. important. expensive. ده يبقى الصفة بتكون مقطع واحد او عدة مقاطع بنسميها طويلة. ده جزء وهنشوف الجزء الثاني. الجزء الثاني هو لما اتكلم عن تساوي الصفات، اشياء متساوية وعايز اقول مثل بعض. ازاي؟ يعني بقول علي is as tall as سامي. ادي علي وادي سامي قد بعض في الطول هما، ففي الحالة دي as عند التساوي بستخدم as صفة بدون اضافات as اهو. واقدر اقول زي الميزان كده، الميزان بيدي كل واحد حقه اهو، فاز از يبقى متساويين، يبقى هنا اسمه التساوي. ولا والموضوع ده واضح سواء الصفه قصيره او سواء الصفه طويله. زي مثلا نقول لايون الاسد، لايون از از دينجرس از تايجر. يبقى بين از واز بتجيني الصفه سواء صفه طويله او صفه قصيره معناها مثل او متساويين. خلي بال حضرتك لما اجي انفي as ممكن استخدم اقول علي isn't as tall as سامي. ممكن بدل as هنا طالما فيه not ممكن اقول علي isn't so tall as سامي. وهنا قدرت ممكن استخدم so، فخلي بال حضرتك دي تنفع. يعني ممكن لما في نفي ممكن اقول as وممكن اقول so as اذا استخدمت النفي. ده بالنسبه حاله التساوي الاشياء. اذا كانت الاشياء متساويه وعايز اقول مثله يبقى انا بقول ايه as وسطهم صفه. as وسطهم صفه اهو، والصفه قلنا سواء صفه قصيره او سواء صفه طويله مفيش اي مشكله. علي is as tall as سامي. طب عايز اقول مثلا علي is as short as سامي، طالما هو as يعني كانت بعض متساويين. طب نقوله بلين الطائرة، بلين is as fast as rocket. as هنا معناها مثل. طيب لايون الأسد is as dangerous as tiger. يبقى هنا اهو لايون is as dangerous as tiger. بين as وas خدت صفة، هي هنا صفة طويلة وهنا صفة قصيرة. إذا as ينفع يجرح وسطها صفة قصيرة أو صفة طويلة ومعناها مثل. وعند النفي ممكن أقول not as أو not so as. ده نقطة. طيب النقطة الثانية اللي معانا في الموضوع عند المقارنة للصفة القصيرة نستخدم إيه؟ نستخدم نحط صفة قصيرة زائد er زائد زائد. موضوع واضح أهو. اهو er زائد زائد. فنقول مثلا علي is tall، عايزه هنا er يبقى taller. taller ايه؟ than. taller than سامي. ادي علي اهو وادي سامي ده علي اطول اهو. فنقول هنا علي is taller than سامي. في الامتحان بيجيني هنا وفي امتحانات حسب المستوى اللي بتمتحن فيه ممكن يجيب لي as than، يبقى هنا هاخد صفة مضاف لها er. طب إذا جاب الصفة فيها er أخذ ايه؟ ذان. خلي بال حضرتك عندي مجموعة كلمات في اللغة الإنجليزية زي كلمة thin رفيع، أو ذات اللي هي ذلك، وعندي ذن اللي هي ثم، وعندي ذان اللي هي بصدد الموضوع بتاعنا. دول بيجوني في الاختيارات. فخلي بال حضرتك إذا لقيت er أخذ ذان وخلي واحفظ دول كويس. طيب هنا انا عندي علي از تولر ذان سامي، علي اطول من سامي. طب عايز اقول سامي اقصر من علي، مين يا حضراتي يقول؟ هنبدا يبقى سامي از ايوه شورت، برافو. احط ايه بقى؟ يبقى شورتر ذان اقصر من سامي، اقصر من علي. وهنا علي اطول من سامي. يبقى لما اكون انا بعمل مقارنه في الصفه القصيره بحط زائد زان. er زائد ايه؟ زائد زان. ده بالنسبة للمقارنة في النسبة للصفة القصيرة. ده جزء ونشوف الجزء الثاني. الجزء اللي معايا ده عندما استخدم الصفة القصيرة في التفضيل، يعني اقول
أطول واحد في الفصل، أسرع واحد في الفصل، كذا كذا. أعمل إيه بقى؟ عند تفضيل سوبرلاتيف، يعني عند تفضيل الصفة القصيرة نستخدم، أجيب الصفة القصيرة أحط ذا، وأدي صفة قصيرة وأحط إي إس تي بس أهو. فعندي أدي علي وأدي سامي وأدي هاني. أطول واحد هنا مين فيهم؟ علي. يبقى نقولوا علي إز، أنزل ذا تول، أيوه يبقى إيه توليست، علي إز ذا توليست بوي إن ذا كلاس. طب عايز أقول هاني أقصر واحد فيهم. يبقى هاني is the shortest، برافو، the shortest boy. تمام، هنا استخدمت انا the وجبت صفة قصيرة وحطيت est. ده بالنسبة التفضيل في الصفة القصيرة. يبقى الصفة القصيرة استخدمناها er that the لما اكون بقارن، واستخدمناها ذا اي اس تي لما اكون بفضل على الجميع. هنا علي افضل واحد فيهم بالنسبه لصفه الطول، وهنا هاني افضل واحد فيهم بالنسبه لصفه القصر. فقلنا علي از توليست بوي، هاني از شورتست بوي. ده بالنسبه للسوبرلاتيف في شورت ادجكتيف. طيب بالنسبه للصفه الطويله نعمل ايه؟ الصفه الطويله عند المقارنه بستخدم يا إما مور، مور معناها أكثر، أو لس معناها أقل، وأجيب صفة طويلة وأجيب زان. عايز أقول مثلا الأسد أخطر من الكلب، يبقى اللايون إز، إيه معنى أخطر؟ يعني أكثر، يبقى مور دينجرس. استخدم زان، مور دينجرس زان دوب. طب عايز اقول ان الكلب اقل خطوره من الاسد، يبقى دوب از، استخدم ايه؟ ليس، ليس دينجرس ذان لايون. ده بالنسبه للصفه الطويله عند المقارنه. طب الصفه الطويله عند التفضيل، الصفه الطويله عند التفضيل بستخدم يا اما ذا موست أو ذا ليست الأقل. أهو بس. فنقولوا هنا لايون الأسد إز ذا موست، ذا موست اللي هو الأكثر، الأكثر. طب وذا ليست الأقل، ما أنا أحيانا بعمل تفضيل في ناحية الأقل أو الأكثرية. فنقولوا لايون إز ذا موست دينجرس أنيمال. أهو. طب عايز أقول مثلا إن الدايموند الألماز هو أغلى المعادن، يبقى نقوله الجولد مثلا الذهب is the most expensive metal. أهو كده. ده بالنسبة للصفة الطويلة عند التفضيل سوبرلاتيف، بستخدم يا إما the most أو the least وأجيب صفة طويلة بعديهم. أهو كده. طب عايز أقول مثلا أنا الصاروخ الأهم، الصاروخ أهم من العربية مثلا، يبقى أقول إيه؟ روكيت إز مور بورتنت ذان كار. أهو جبت إما مور وأدي صفة طويلة وذان، يبقى روكيت إز مور امبورتنت ذان كار. طب عايز أقول مثلا العربية أقل أهمية من الصاروخ، أقول إيه؟ كار العربية إز ليس امبورتنت ذان روكيت، وهكذا. طب عايز أقول مثلا إني الصاروخ أغلى المواصلات، يبقى روكت is the most expensive transport، وهكذا. ده بالنسبة للصفة عند الطويلة عند المقارنة، والصفة الطويلة عند التفضيل. هتبقى لدي جزء الصفات الشاذة. جزء الصفات الشاذة عندي good بتبقى better than يعني أفضل من، و the best الأفضل. طب عندي bad بتبقى worse than the worst الأسوأ. طيب هنا عندي far بعيد، far دي بتبقى كالآتي، يا إما farther than أو further than.
وفي السوبرلاتيف بتبقى the farthest أو the furthest الأبعد. ده بالنسبة صفات معايا من الصفات الشاذة، يعني أنا ما بقدرش أقول علي أحسن من سام، ما بقدرش أقول جودر، لا هي بتبقى بيتر ذا. طيب هنا ما بقدرش أقول الأفضل جوديست، لا هي بتبقى ذا بيست، يعني علي is the best boy in the class، علي is the best boy، أفضل ولد، best boy in the class، best boy in the class، أفضل ولد في الفصل أهو، يبقى خد ذا ودي بيست، ما اقدرش احط اي اس تي ولا حاجه، دول اسمهم قاعد، دول بيتحفظوا، هنا الصفه وعند المقارنه وهنا في التفضيل، التفضيل ده بالنسبه للجزء الصفات الشاذ. طيب عندي ايضا ملحوظه ثانيه، خلي بال حضرتك ان ذا لما اجيب زائد صفه وراها بتبقى جامع، يعني تديني صيغه جامع، لما اقول ذا ريتش الاثرياء في اولد الكبار السن، ذي مثلا ذي جود الاخيار الطيبون مثلا الطيبون، فهنا عندي انا ذا مع صفه الاثرياء جابت لي جمع ذا مع الصفه، ده في الترجمه لو لاحظتها حضرتك تبقى واخد بالك ان تديني معنى الجمع. ده جزء الصفات، اتمنى اكون قدمت لحضراتكم معلومه ولو بسيطه، أكون سعيد جدا وشاكر إذا حضراتكم تشتركوا في القناة. Thank you very much. See you next time. Goodbye.